أريج كتير من الأشخاص صار هدفهم أنهم يسعوا وراء الجمال اللي هو صار من أساسيات الحياة، بنفس الوقت صار موضوع التجميل سهل ومتاح على مدار السنوات مع تطور التقنيات، وأصبح الموضوع رائج بين النساء وحتى الرجال أيضا، تصغير أنف، تكثيف شعر، الحصول على جسم رشيق أو بشرة أكثر شباب، والعديد من الأمور التجميلية. لكن سالي، للتجميل يمكن مخاطر وسلبيات كثيرة، مو بس عبر تأثير الخارجي على الشكل، بل أيضا في بعض الأحيان تأثيرات صحية ممكن تؤدي للوفاة. لنتعرف أكثر على أهم مخاطر التجميل بصيرنا اليوم نرحب بالأنسة إيلين الهامس، خبيرة تجميل. يسعد صباحك إيلين. يسعد صباحكم. أهلا أول وسهلا. شيء بدي أتشكركم على الاستضافة الكتير حلوة. أهلا وسهلا. وأنا مبسوطة أني موجودة معكم وبهالبرنامج الحلو. أول شيء يعني مثل ما عم تحكوا على موضوع التجميل، يعني صار كتير كتير موجود بالمجتمع، ومو بس على النساء، على الرجال. والرجال على فكرة بيتجملوا بس ما بنقدر نكشفهم على عكس لأنه نحن النساء بنتهم بعضنا، أما الرجال أبدا يعني ما إجمالا هن النساء حلوين أكثر من الرجال. خليهم كلهم يسمعوا. بدنا نتعرف معك إلين على أهم المخاطر يلي كثير من السيدات بيكون عندهم علم فيها إنه هذا الشيء منه منيح، بس لا، لأنه موضة نحن لازم نعمله. ممكن يكون أنفه كثير جميل بترجع تصغره اكثر ويتشوه. هلا اكيد انا ضد العمليات الاوفر، وفي احيانا بنوصل لمرحله من التجميل بصير هوس عند الشخص. يعني مثلا بتلاقيها كثير حلوه مثل ما عم تقولي، بس بدها تشبه حدا تاني، بدها تشبه ممثله، بدها تشبه كذا، فبتضل عم بتعيد بهالعمليات وكل ما لها عم تفشل اكثر واكثر. يعني بتكون كتير حلوة بتصير أبدا يعني بتصير مشوهة، هاد مو تجميل، صار اسمه تشويه. تاني شيء المخاطر، في عالم يعني عم بيروحوا مثلا يعملوا تكسير شحوم، عم يعملوا يعني أنواع بتنحفهم نحت. في أمراض معينة ما بيصير ينعمل لها الشغلات، مثلا تكسير الشحوم، في أجهزة اللي معهم فتق بالمعدة ما بيصير يستخدموها. النحت تبع الجسم، في عالم بجهاز التبريد اللي عندهم قصور كلوي، اللي عندهم مشاكل بالقلب، اللي في في جلطات، هاد كله هاد ما بيصير، هاد كله بيسرع من هدول الشغلات. صح. وبيروح الزلمة فيها كرمال راح انه يتجمل على اساس بيروح راحت عليه. صحيح. هلا هون إلين كيف لازم يعني ينتبهوا اكثر لهالموضوع؟ يعني في مخاطر عن جد بالفعل ممكن تؤدي لحالات صحيه خطيره، وفي بعض الاحيان للاسف يعني ممكن تؤدي للوفاه. هون الشخص كيف لازم يتبع يمكن الاجراءات، وكيف لازم يتعرف على اهم المخاطر اللي ممكن تسببها هالاجراء التجميلي؟ هلا المخاطر لازم يكون المركز او المركز الطبي او الدكتور اللي رايحه لعنده انت هو اللي يكون ادرى بهذا الشيء. يعني يسالك عن تاريخك الطبي، هذا كثير مهم، التاريخ الصحي، شو بتعاني، شو صار معك، ازمات، شو بياخذ ادويه بالضبط، شو بتاخذي ادويه مشان ما يصير اختلاطات. فهي لازم يكون المركز الطبي او الدكتور يكون هو مسبق بهالامور هاي. يعني بدك يعني من الآخر لازم تروحي لعند شخص يكون ثقة، شخص بخاف على اسمه، ما انه منتهن المهنة تجارة، انه يكون بحبها. وغير انه هيك انه يكون عنده خبرة كتير واسعة مشان ما يصير تخبيص. تمام. يعني إلين عالم التجميل صار واسع. واسع، صار حتى في شغلات ما كانت نحن نعرفها صارت هلا منتشرة كتير، مثل البوتوكس، مثل الفيلر، هدول كل النساء طبعا عم تعملون، مثل دكتور الاسنان كل صح. 6 شهور زياره، فهي عم تعمل بوتوكس، عم تعمل فيلر. بغض النظر عن طبيعه المواد المستخدمه لحقن الوجه، خلينا نحكي عن السلبيات. اكيد البوتوكس والفيلر مثل ما له ايجابيات له سلبيات. يعني الحقن البوتوكس بمناطق غلط بالوجه بتساوي يا شتر للعين، يا اما رفع انشاء للحاجب. اكيد تسمعوا انشاء الحاجب اكثر من حاجب. في عالم عم تعمل بوتوكس بوجهها، وانا كثير شفت حالات كل وجهها راح على جهه ثانيه، وهان العضله انشلت عضله، ضربتي عصب. في وحده عملوا لها برقبتها ما عاد قدرت تبلع. يعني عم تشوفي حالات انا يعني اول مره عم بتعرف عليها عم بنصدم، يعني نتيجه هالتخبيصات تبع الحقنات. نعم. اللي عم بتصير يعني هي بترجع للزبون، ما فيني اسميه مريض، بدي اسميه زبون لانه هذا هو رايح برجليه على لعند الدكتور. صح. فالفيلر كمان له كثير سيئات وسلبيات.
يعني في عندك عالم تحقن فيلر مثلا الفيلرات الدائمة عم بتأدي مشاكل كتير كتير ضخمة وكتير واسعة، بتعمل تليفات بالوجه بالخدود، بتحجر الوجه، بيعمل أحيانا خراجات على الهي. الفيلر إذا كانت خالصة مدته أو مخزن بطريقة غلط بيعمل كمان بيعمل التهابات وبيأثر يعني على الشخص، بتكون رايحة تعمل شفافة بتصير بمحل تاني. هلا هون شو بتنصحي يمكن السيدة يلي عبالة يمكن تعمل بوتوكس أو فيلر وهي حابة هذا الموضوع وتحسن أكثر من شكلها، شو الإجراءات الصحيحة كمان اللي لازم تقوم فيها وتتأكد منها؟ هلا ريش كتير مهم الواحد عن جد يضل يهتم بحاله، وحلو انه يضل ملاحق كل شيء، بس كل شيء بالمعقول، كل شيء بالمعقول كمان يعني لازم يضل واحد على الحد الطبيعي، ما فيك انه تأوفري بالقصة. يعني البوتوكس تعمله مع شخص دكتورة يعني موثوقة حتى المادة بالضبط، تعمله باعتدال، في عالم تروح يعني تجي باعتدال يمكن تمام، هي نقطة كثير مهمة، في عالم تعمله بشكل طبيعي يعني عالم تعمله بشكل طبيعي وعالم غير طبيعي بالضبط، شيء انه ما تروحي مع عالمك، تقدري تضلي عم بتعبري عن 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 الزور عن تعبيرات وخصوصا انتم يعني كاعلاميين دائما لازم الواحد يضل معبر عن عن كل هدول الشغلات، مو هيك يصير بشكل انه جائر تماما، ما عاد حلو ابدا تفنجر عيونه كله باعتدال. باعتدال يعني بالضبط. خلينا ننتقل للرجال يلي هلا ما رح نقول بوتوكس، نحن عم يعملوا بوتوكس على وفيلر كمان وفيلر منتشر كثير بين الرجال، يعني خلينا نحكي قبلنا من هذا الموضوع ننتقل لموضوع الشفط. أي. شفط الدهون، الرجال كرشوا شوي هيك يعني زيادة فزعلان هو فرايح يعمل شفط، وهي عمليات الشفط كثير خطيرة، خلينا نحكي عن مخاطرها. مخاطرها في احيانا في رجال عم بتروح تحت العمليات وللاسف صحيح، يعني في كثير بتسمعي راح يعمل شفط راح بالعمليه بيصيروا بيتحسروا الاهل انه يا ريتنا ما بعتناه وبجنن كان شكله بيناتنا وخلصنا. صحيح. فهذا الشيء لازم 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 يكون مع عالم بروفيشنال كتير وعندهم خبرة كبيرة، تحاليل بالضبط، وتحاليل من قبل، يعني ما بتعرفي شو بيصير معه اختلاطات بقلب العملية. هلا بتسمعي انه صار معهم اختلاطات، بس يعني هاي الشغلات وقت الواحد يعمل وقاية من هذا الشيء او بيكون واقف له قبل ما يصير، يعني بتقدر ما تساقم، يعني بتقدري تأخري من هدول الشغلات ما يصيروا مع الدكتور او ما صحيح ما يعملوا. وعلى فكرة الرجال كتير كتير بيهتموا بحالهم، انتوا بتفكروا انه ما بيهتموا بحالهم، بس أكيد. بيهتموا بحالهم كلهم المصدر بيهتموا بحالهم وبيرقدوا أفع حالهم من زراعة شعر، من شفط، من بلازما، من فيلر، من بوتوكس. بس نحن البنات بنتهم حال بنتهم بعض والشباب بيعملوها بشكل طبيعي وما حدا بيقدر يقفرن ابدا. يمكن إلين كتير مهم اليوم زيادة الوعي المجتمعي بين الصبايا وحتى الشباب بأهمية يمكن مخاطر وسلبيات عمليات التجميل، خاصة انه بالفعل بات هالموضوع للأسف موضوع تجاري بحت، وأيضا يمكن الصبية بتشوف رفيقتها راحة لعند مركز معين او دكتور معين ممكن هي كمان تروح لانه يمكن ارخص من غيره او في اسباب تانية. هون الوعي قديش مهم، وقديش مهم انه كل صبية بتختلف عن التانية. هلا انا دائما اللي بقوله انه اللي بيلبق لك الك ما بيلبق لها، ولا اللي بيلبق لها ما بيلبق لك، يعني برجع للوجه، برجع للشكل، برجع لاهتمام كل شخص شو اهتماماته. اذا انت بشرتك مؤسستيها من قبل ومهتمه فيها ما بتعودي يعني تحتاجي هدول الشغلات غير لاخر يعني لاخر العشرينات تبلشي بوتوكس، تبلشي فيلر للخدود للشفاف، شيء بسيط بشكل انه تضلي طبيعيه ويشوفوك عم تحلي وتحلي. وانا بشوف الكل حلو، يعني كل الناس حلوه بس كل حدا حلو بطريقه شكل. وبعدين الاهتمام لازم يكون، نزيد الوعي انه مثلا الام تبلش تعلم اولادها مو بس يفرشوا اسنانهم ولا بس يمشطوا شعراتهم، قبل ما يطلعوا من البيت يحطوا واقي شمسي، كثير مهم تبلش تعلم الام ابنها او بنتها يطلعوا من البيت حاطين واقي شمسي على وجههم على فترة يعني بعمر
12 14 المراهقة والبلوغ فيها تبلش تحط غسول، فيها تعلمهم يحطوا غسول مناسب لوجههم مع كريم مرطب لوجههم وجسمهم مناسب عمرهم، تكون هي الأم عم تزرع من الولد هو وصغير إن كان الشاب ولا البنت إنه يهتم بحاله. صحيح. هلا هون يمكن أنت إلين بما أنك خبيرة تجميل بأي عمر بتنصحي يمكن أو يفضل يلي حابة تبلش بالبوتوكس أو الفيلر أو حتى يمكن بلازما أو أي أمور تجميلية؟ هلا ليك الميزو البلازما فيها تبلش فيهم مثلا ال 23 24، هدول شغلات ما بتأذي الوجه، بتغذي البشرة. عندك مشكلة مثلا عندك ميزو نضارة، ميزو تفتيح من العالم اللي عندهم تصبغات، ميزو تحت العين. في كمان البلازما هي كتير بتفيد، يعني أنا مع أنه الواحد عنده مشكلة يروح يعالجها بهدول الشغلات، بس مو يعني تصير عنده شغلة قصة هوس يلا 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 رايحين جاي عم نعمل انه حقونات بوجهه. يمكن هي إلينا النقطه اللي بدي احكي عنها، انه التجميل في حال كان في خلل معين، واحيانا لا سمح الله بيتعرض الانسان لكسر بالانف، بيتعرض لشغلات ثانيه، احيانا بيتعرض لحروق، هون التجميل قد ايه بيكون ضروري؟ يعني بغض يعني بصير مثل عمليه تناقض، انه لا هون مو ضروري بس هون بنفس الوقت ضروري كثير في حال كان في تشوه. خلينا نحكي عنه شوي. اكيد، ورح احكي معكم وانا كثير صادقه بهذا الموضوع. أكيد. انا كاخصائيه تجميل تخيلي وتعرضت لحرق من عن طريق اني حطيت حالي بين ايدين شخص ما له موثوق تماما، عملت احماض فواكه كثير ازعلي وجهي، وصلت معي الحرق درجه ثالثه. هي انا عم انا بحب شارك الخبره معي، ما بستحي بحكي للكل شو اللي بيصير. وكان التصليح هذا الضرر اللي اتعمل لوجهي فيك تقولي تشوه، يعني كثير كانت طويله، ضليت اتعالج 4 أشهر وانا عم ساوي الهيلي، لانه كمان انا يعني وقعت بهذا الغلط انه الكل عم يعمل احماض فواكه، بدي اروح اعمل احماض فواكه جرب كيف بتصير بين الصبايا بالفعل. تماما، يعني لدرجه انه صرت ضل يعني كريمات ودهونه وهي كثير 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 تأذت. يعني انت هي من تجربتك عم تحكي، من تجربتها قريج انه تعرضت حتى هذا احماض الفواكه يمكن فيها حراره او فيه نوع من الاسيد اسيد حرق الوجه. تماما. هون عن جد الوعي مهم كثير، كثير مهم، كثير مهم. وانا يعني بخبر الكل على هي التجربه اللي مريت فيها، وبنصح دائما اي انه يعملوا تيست لبشرتهم، ان كان هون ان كان قفا الاذن، للمادة اللي بدهم يحطوها، لأنه ما بتعرفي ممكن يتحسس الجلد منها. مزبوط. اليوم إلين شو بتحبي توجهي نصائح عامة لكل السيدات والصبايا اليوم اللي عم يحضرونا وحتى يمكن الشباب؟ هي أنا بوجه لهم نصيحة إنه أكيد أي شخص حابب إنه يهتم بحاله أنا معه يهتم بحاله، ومع الصبية أو الشاب اللي حابين يضبطوا بشكلهم لحتى هن يرتاحوا. يعني انت متضايقه من منخارك روحي اعمليه، ما في اي بالمعقول. بالمعقول تماما، يعني شيء انت ترتاحي ما يقعد هذا الشيء تقل عليكي، تصيري تهتمي لامورك الثانيه بالهي. متضايقه من شكلك نحفي حالك، تديري بالك على اكلك على رياضه، كله هذا بياثر، لانه التجميل بيبدا من جوا لبرا. حتى الاكل كله هذا لازم الشخص يهتم فيه ويدير باله عليه مشان الجسم يخدمه كل هالمراحل السنين من دون ما يعمل يحتاج. يعني إلين دائما الجمال الكامل هو جمال الروح يلي دائما بيطلع ويظهر على الوجه، بس كان الانسان جميل من جوا. لكل السيدات اللي عم يتابعونا، الجمال هو جمال الروح جوا 100%، فرح يعكس حتى على الملامح سواء كانت كبيره ولا صغيره. نتشكر كثير النصايح اللي قدمتيها، نتشكر وجودك معنا، واهلا وسهلا. وانا انبسطت باستضافتكم وتشرفت فيكم. اهلا وسهلا فيكم إلين، شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتيها اليوم عبر صباحنا. اهلا وسهلا، شكرا، ميرسي.